مصر للإنتاج والتوزيع تقدم
ايوه مين؟ مش مهم، مش مهم انا مين، المهم توعدني انك تبص على السجايه دي. انت عارف انا بحبك قد ايه، بس انا مشاكل كتير وانت مش ناقص. وانت عارف انا بحبك قد ايه، بس اقول لك على سر بقى، انا حبيتك عشان خاطر ولادك. واحد في الشغل مضايقني وخليني، ومش هقدر اعمل لك اللي انت هتطلبه مني من غير ما اخد حقي من الحيوان ده. خبر موت الاستاذ عمر الله يرحمه شفته في التلفزيون امبارح زي ما 12 كده النهارده بالظبط، وانا قبلها بدقيقه واحده كنت شايفاه خارج من الجريده، يعني ما كانش لسه مات. اللي عاوز يعتذر عن القضيه دي اتفضل، وانا هقدر شجاعته، لان اللي هيغلط بعد كده هنشوف ايام سودة مش هيقدر يستحملها. عليها باسورد؟ لا يعني ايه متشفره؟ يعني متشفره، لازم انزلها برنامج من الانترنت بحاول معاها، بس الحكايه دي ممكن تاخد يوم يومين، ممكن ما تفتحش خالص. انا ممكن افتحها لك. ازاي بقى؟ انا في واحد صاحبي ساكن جنبنا بيفتح الالعاب المتشفره. مين ده؟ علي تير. في واحد جاي من عندكم سالنا عن الموضوع بتاع عمر، بس ومش عارف اعمل معاه ايه. وده بسبب اهمالك وغبائك. ارد ما تخلوش يدخل عندك هو كمان. لا لا سيبهولي انا هتصرف معاه. حاضر. وارد كمان تكون مسحت اللي عندك. ولا محتفظين بنسخه للذكرى؟ يلا مع السلامه. أمن. النهارده هتكلم معاكم عن قضيه الصحفي عمر نصر اللي اثبتت التحقيقات انه اتورط في قضيه جاسوسيه قبل ساعات. أنا آسف جداً يا فندم، لكن أنا مش هقدر أكمل المهمة دي. مش هتنفذ الأوامر؟ يا فندم أنا لو خنت زمايلي سهل قوي إن أنا أخون بلدي، وده لو أمر رسمي أنا مستعد إن أنا أضحي بحياتي علشان خاطر الوطن، لكن أمر بالشكل ده سامحني مش هقدر. برافو برافو يا حلمي. نعم يا فندم. كنت هتصدم فيك قوي لو نفذت اللي طلبته منك، بس انا بحمد ربنا ان انا لسه عندي القدره على تقييم الناس، وانا نظرتي ليك في محلها، ده كان امتحان
وانت عديته بنجاح باهر يا حلمي. ايه ده؟ يعني سيادتك ما كنتش عايزنا نتجسس على زمايلي فعلا؟ ما تاخدش الكلام كله زي ما بيتقالك، لان اللي ما بيتقالش اكتر بكتير جدا من اللي بيتقال. اهم شيء انك ما تعتمدش على اشخاص، خلي ثقتك بنفسك ودماغك وبس. طب وكلام سيادتك ليه دلوقتي؟ هل هو حقيقي هو كمان ولا اهو ده اللي مش هتقدر تعرفه؟ تعرف يا حلمي، انت بتفكرني بنفسي ونفس سنك كده. رئيسي المباشر طلب مني اني اكتب تقارير عن زمايلي، ما قدرتش، رفضت ورحت اعتذرت له. وهو كان رد فعله ايه سيادتك؟ رقاني، طلعني اول مهمه ميدانيه ومسكت المسدس وبدات العب لعبه الحياه والموت. وده بالنسبه لسيادتك كان كويس؟ المساله نسبيه تماما، يعني في ناس ممكن تعتبره نعمه وناس تانيه تعتبره لقمه. مش بقول لك يا حلمي، بتفكرني بنفسي بالظبط وانا صغير في سنك كده لما رئيسي اداني اوامر اني اكتب تقارير. نفس الحيره اللي في عينيك دي هي كانت نفس الحيره اللي في عينيا لما رئيسي طلب مني اكتب تقارير. بص لي كويس، بص لي كويس يا حلمي، هتشوف نفسك بعد 30 سنه. وانا طول يا فندم اطول احقق ربع اللي سيادتك حققته. اتمنى لك كده. شوف يا حلمي، انا بيتي ومكتبي مفتوحين لك، اذا كنت عاوز تبلغني اي شيء بدون اوامر انا في انتظارك. تمام يا فندم. انا عرفت انك فوق السطوع عشان كده عملت لك شاي. شايف كده؟ لو الناس عرفت ان انا لسه عايش هيقولوا ان انا اللي لفقت حكايه موتي دي علشان اهرب من اعدامي. والمشكله بقى ان اللي كاتب الخبر في الجورنال بتاعي حته عيل، انا اللي معينه ومعلمه كل حاجه. ولا يهمك، قدام كل خاين ربنا هيوقف لك 10 يوقفوا معاك ويساعدوك. ما افتكرش. اكيد هم عرفوا ان السدهيه دي هتوصل لك، او اللي لقى السدهيه دي هيعرف يديها لك، عشان كده سبب. كانوا يقبضوا عليه؟ يمنعوه يديني السديهية دي بأي شكل، مش ده كان أسهل؟ أكيد. أنا دلوقتي بقى لازم أعرف إيه اللي على السديهية دي، دي أهم حاجة لازم أعملها دلوقتي. هيكون إيه على السديهية دي؟ والله ما عارف. منى مجدي مش كده؟ جمال سليم لواء شرطة. أنا آسف إن أنا جيت من غير ميعاد، بس للضرورة أحكي. لا أبدا، بس أصل والله لو مش عاوزة تعرفي أنا جاي لك مخصوص هنا ليه، ممكن نأجلها وأجي في وقت تاني. لا وقت تاني ليه؟ أنا الحقيقة الفضول مخليني عايزة أعرف حضرتك عايزني في إيه. طب بعد إذنك بقى ندخل نتكلم جوه، لأن الكلام اللي هقوله مش مفروض حد يسمعه. اتفضل 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 حضرتك. الحقيقه يا دكتوره منى، انا اللي شجعني اجي لحضرتك حاجتين مهمين قوي. اول حاجه ان احنا كوزاره واجهزه امن بنحافظ قوي على امن البلد دي، وبنحافظ كمان على المواطنين وخصوصا شخصية مثل حضرتك. والحاجة التانية؟
الحاجة التانية دي بقى حاجة شخصية. شخصية؟ ويمكن عائلية كمان. أنا مش فاهمة. هو حضرتك مش متجوزة ضابط شرطة؟ أيوة. خلاص يبقى نفس العيلة. آه. أنا آسف، الكلام أخدنا وما قلتكيش الباقية في حياتك. لا أبدا، مفيش حاجة، البقاء لله. الحقيقة دكتورة، معرفتي بشخصية عمر تؤكد لي أنه بعد الطلاق كان في بينكم علاقة شخصية محترمة. لا إطلاقا، أنا علاقتي انتهت بعمر قبل الطلاق بشهور، وبعد كده أنا ارتبطت بهشام. علاقتنا كانت رسمية جدا وفي أضيق الحدود. عمر الحقيقة كان ليه علاقة مع ناس ممكن تقول عليهم أشر ناس في الدنيا، والناس دول قرروا ياخدوا موقف من عمر. لو تفتكر ان عمر مات بأزمة قلبية زي ما بيقولوا، لا، عمر اتقتل. ايه؟ ادوله حقنة بعد ربع ساعة تبدو انها أزمة قلبية، لكن بعد كده بيموت كأنها موتة طبيعية. وايه اللي يخليهم يعملوا حاجة زي كده؟ ايه اللي يخليهم يعملوا كده؟ اهو إجابة السؤال ده هتعرفنا حاجات كتير قوي، ويمكن من خلالها نبرأ عمر من قضية التخابر. يا ريت. على العموم الحكاية بالنسبة لهم ما انتهتش. الحاجات اللي عند عمر واللي هم عاوزينها قوي هتخليهم يحوموا حوالين كل حد ليه صلة بعمر، يمكن يفيدهم عن الحاجات اللي هم عاوزينها. يعني ممكن يعملوا؟ لا لا ما تخافيش دكتورة، انت متأمنة كويس جدا، العمارة كلها متأمنة كويس قوي، ناقص حاجة واحدة بس، نأمن الشقة من جوه. طبعا طبعا، تحت أمرك. طب اسمحي لي بس أخلي الولاد يدخلوا علشان يظبطوا كل حاجة ويعاينوا الشقة. ألو، تفضل. انجز بسرعة، احنا ضايقنا الدكتورة، ازعجناها اخر ازعاج. لا لا ابدا، مفيش اي ازعاج. تأكدي يا دكتورة ان الداخلية مفتحة جدا، داخلية قوية تقدر على الناس دي واللي اعتى منهم كمان. بس انا هطلب منك طلب، ارجوك تنفذيه بكل حرص. لو وصلت لأي معلومة ولو صغيرة عن الناس دول ارجوك اتصلي بيا. الأجهزة كفت المكان كله؟ كله تمام. لو طلعنا احنا الثلاثه هيفتكر الموضوع فيه ان، واحتمال ما رضاش يفتح الباب كمان. صح كده يا حاج. طب هو مش ممكن يشبه عليا او يكون شافني في التلفزيون او اي حاجه من الحاجات دي؟ ايه بتضحكوا ليه؟ لما تشوفها تعرف احنا كنا بنضحك على ايه. اتكل على الله، ربنا معاكم. ودي يومين عايز ايه؟ ايه يا برا؟
برنس، كل ده عشان تفتح الباب. انجز عشان ما اعملكش شط داون. عايز ايه؟ هنكون عايزين ايه منك يعني؟ عايزك تفك لنا شفر السدايا بالسريع. ومين الفولدر ده؟ انا صاحب بابا، وتامر هو اللي قال لنا عليك. فريندز يعني. بالظبط. ايه هتوقفنا كتير كده ولا ايه؟ انا جاي لك في شغلانه، عايز تعملها ماشي، مش عايز تعملها نشوف حد تاني. السدايا دي بتاعتك؟ ايوه، وعليها كل شغلي. انت بتشتغل ايه؟ يلا عم تامر، يلا، شكله مش عايز يشتغل. يا عم استنى 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 بس، ما يبقاش هاردك ضيق كده. تعال ورايا. يا اخي انا حاسس ان شفتك قبل كده. جايز طبعا جايز، ما انا باجي عند ابو تامر كتير والدنيا صغيره. طب بقول لك ايه، تاخد دراع بلاي ستيشن؟ لا متشكر. طب اسمع، معايا فلاشه 16 جيجا عليها عمر وسلمى 2 انقط. بص انا لو عايز اي حاجه هطلبها منك، بس يا استاذ طيره انا مستعجل. الله، استاذ طيره حلوه منك دي قوي. تعال معايا بس هفتكرك برضو. بص يا باشا، انا من ايدك دي لايدك دي بس ابوس ايدك، انا عامل عمليه تربانه في الدماغ ومش حمل قفا. بتكلم؟ انا من اول ما قفشتوني وانا هرش ان الموضوع يخص الاستاذ اللي كنتوا عايزينه. اقسم لك بالله يا باشا، انا مش بتاع اي حوارات، انا يا دوب بعت له موبايل. بعت له موبايل؟ هو اي نعم مسروق، بس اقسم لك بالله ما انا اللي سرقه. ايوه يا شريف، ما كلمتنيش ليه من امبارح؟ طب بص، انا عايزه اقابلكوا ضروري النهارده، في حاجه لازم افهمها، واعتبر ان دي هتكون اخر مقابله بيننا. انا لو ما عرفتش اللي عايز اعرفه، ولو ما فهمتش العسال ده عايز مني ايه بالظبط، مش هتشوف وشي تاني، ولا انت ولا هو. وطز بقى في منصب مديره التحرير ده، انا ما يلزمنيش الكلام ده. ماشي، سلام. ادخل. مساء الخير. ايه مالك الجميل متضايق ليه؟ انت مش شايفه بيبصولي ازاي بره؟ زي ما اكون انا اللي موته. وهيبصولك ليه يعني؟ عشان الشده اللي شديناها مع بعض. يا سلام، ما الجورنال كل يوم والتاني فيه خناقه. ما نسيبك، اللي يقول يقول واللي يبص يبص. اكيد يا بنتي طبعا حاقدين عليكي. ليه مش بقيتي رئيسه عليهم؟ في ايه تاني؟ قوليلي بس مالك. تفتكري يا نهاد عمر الله يرحمه مات موتة طبيعية؟ وانتي عندك معلومة تخليكي تشكي في حاجة تانية؟ اطلاقا، بس في حاجة غريبة يعني، ده كان هنا وكان كويس قوي، مش عارفة انا مستغربة اللي حصل مش اكتر. يا بنتي الاعمار بيد الله، ياما شباب بيبقوا بصحتهم وفي عز شبابهم وبيموتوا موتة ربنا. طب قوليلي بصراحة، انتي شايفة ان انا استاهل منصب مديرة التحرير؟ طالما الاستاذ جبر شايف كده يبقى اكيد انت تستاهلي. ايوه، بس بغض النظر على اللي شايفه استاذ جبر، انت هنا بقالك 10 سنين نائبه مدير التحرير وعدى عليكي ناس كتير، انت مش شايفه ان انا خدت حق حد؟ انا عن نفسي الحمد لله راضيه باللي انا فيه، ما عنديش قدره على اني اركز في اكتر من حاجه، ما هي الشغل يا البيت، وانا ظروف بيتي ما تخلينيش استحمل مسؤوليات اكتر من كده. وانا بقى اللي صايعه ما وريش حاجه وسايبه بيتي، مش كده؟ لا والله يا حبيبتي ما اقصدش. انتي ما خدتيش حق حد، انتي نفذتي تعليمات رئيس التحرير، والراجل عنده رؤيه وكلنا لازم نحترمها. كل اللي عليكي في الفتره اللي جايه انك تثبتي انك قد المسؤوليه دي، ما تخليش شويه حسالة ياثروا عليكي ويخلوكي تفشلي. ايه يا عم؟ في ايه؟ لا مؤاخذه لا مؤاخذه، اصل انا من هواة علم الاحياء وخصوصا البرمائيات. انا مش عارف الاجهزه دي حصل لها ايه، شكلها كده اتفريصت. بقول لك ايه؟ هات السديس. اتفضل. انت عارف الهارد بتاع الجهاز ده كام تيرا؟ دي يعني تيرا مثلا؟ تيرا؟ ده الواد غيبوبه ابن اختي اللي في كي جي 4 الهارد بتاعه 3 تيرا. ده بالصلاه على النبي كده يا استاذ، 3 بيتا بايت. التيرا 1000 جيجا، بص هما يعني 1042 بالظبط يعني. البيتا بايت بقى 1042 تيرا. ما شاء الله، انت بتعمل ايه بده كله يعني؟ يعني بتنزل عليه افلام مثلا ولا ايه بالظبط؟ لا، انا بنزل صراع الحضارات. وبفكر اوسع لانه مش مكفيني. ربنا يوسع عليك. بس 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 انا افتكرتك.
انت اخو ابراهيم سلامه اللي كان مع عباس ابن خالتي في الجيش صح؟ لما جيتولي عشان اعمل لك بروفيل تعلق منه الموزز حطيت لك صوره سمانسه فوق ثانوي عامله صوره فوز البطه. ايوه ايوه مظبوط. ايوه مظبوط مظبوط انا بالظبط. بص انا عملت ايه في الاكونت ده؟ قفلته؟ لا 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 زي ما هو، بس انا بعد اذنك انا مش فاضي ومستعجل والله، لو في وقت كنت قعدت ورغيت معاك يعني. هو التاني كان اولد مان وتخين عنك شويه كده مش بالظبط يعني. وبعدين بقى ما يلا. ايوه السيديز فاتحه اهو، هات الباسورد. نعم امال انا جاي لك ليه؟ هتعرف تفتحه ولا لا؟ السؤال ده لو اتقال تاني اعتبر نفسك اتعمل لك بلوك. هتتفتح طبعا، بس الموضوع ده محتاج شويه وقت وفلوس. وقت قد ايه يعني؟ يعني ساعتين ثلاثه كده. فلوس؟ بص حوالي 10 30 الف سوسن. نعم 300 جنيه. بس انا مش هشتغل غير لما تطلب لي اكل. حاضر. عايز تاكل ايه حضرتك؟ اي حاجه كوم. انت كويس يا اسر؟ اديني بحاول. طيب بص انا عرفت الصحفي اللي في التنفيذ اللي شافني وانا بقرا خبر، اسمه همام. مين قال لك عليه ده؟ واحد قريبي في التنفيذ، هو شغال معاهم بس ما كانش موجود يوميها. سالته عن صحابه واعتبر ان فيهم واحد زعق لي وكده يعني، وعشان همام ده ما يعرفش ان انا قريت حاجه ويفتكر ان انا متضايقه من طريقه تعامله ليا، فاهم؟ عارفه ايه المشكله بالنسبه لي؟ ان لسه ما وصلتش لاي حاجه، بس لازم احاول تاني. اسر هو انت مصدقني؟ يا بنت مش فكره مصدقك ولا لا، انا في رقبتي دي اللي عمر، وبدل ما ردهوله نشرت عنه خبر زي الزفت من غير حتى ما اتاكد. لازم اعرف مين اللي عمل كده، حد كان متعمد يقتله ولا بس يشوه سمعته؟ لازم اعرف هو مين وافضحه، على الاقل احس اني عملت اي حاجه لعمر. انا عايز اطلب منك طلب، لازم تساعدني فيه. ايه هو؟ تجيبي لي عنوان همام ده. هحاول. لا مش تحاولي، لازم تجيبيه، بس من غير ما قريبك ده يعرف اي حاجه، ولما تجيبيه انا هعرف اتصرف. طيب اسف كلم استاذ جبر. عايز مني ايه ده؟ ادخل. ها يا استاذ. استاذ جبر انا عايزك تنسى موضوع عمر الله يرحمه اللي انا كلفتك بيه، انا هكلفك بموضوع تاني خالص اللي حضرتك شايفه. موضوع اهم بكتير وهينقلك نقله كبيره قوي، هيخليك جنب الناس اللي انت بتحبهم. موضوع ايه؟ بص يا سيدي، في سفير لدوله افريقيه جاي يقدم اوراق اعتماده للرئيس بعد اسبوع. السفير ده كان في اسرائيل قبل كده، انت تعرف ناس في الخارجيه طبعا. يعني ايه؟ ايه يا نمس؟ علي انا الكلام ده؟ عايزك تعرف لي السفير ده تبع انهي دوله؟ وتيجي تقول لي. لو جبت لي معلومات كويسه نعرف نظبط بيها موضوع كويس، هنقلك في احلى حته في الجرنانه. اعتبره خصم. هنسمع. اتفضل. أنا اتأكدت من إن الدكتور ده له علاقة بموضوع المحامين، أو على الأقل وراه بلاوي، يعني هتعمل موضوع كويس قوي. إزاي؟ أنا رحت المستشفى بنفسي وسألت عنه هناك. المهم دلوقتي طلع مرتبط ولا لأ؟ بعدين بقى. طب أسألك سؤال تاني معلش، بجد. أنت دلوقتي مديرة التحرير، إيه اللي يخليكي تنزلي تعملي موضوع زي ده بنفسك؟ طب ما تكلفيني، كلفي أي حد فينا. معلش، أنا أحب أحتفظ بالسبب ده لنفسي. تمام، تعالي نكمل. قالوا لك ايه في المستشفى؟ عرفت انه طبعا له علاقه بالامن وكان بيساعد في تعذيب المتهمين. طبعا اللي سالته ما قاليش كده بالظبط، بس انا فهمت ده من كلامه. والمهم ان هو اختفى تماما بعد خروجه من السجن. على فكره انا كمان عملت شويه تحريات كده. طب وعرفت ايه؟ لا معلش، احب احتفظ بتحرياتي لنفسي. وبعدين بقى مش وقت هزار، انجز. ماشي يا ستي. عنده بنت، دخلت عندها على الفيسبوك لقيتها عايزه تاجر شقه، بتدور على طالبه مغتربه عشان تعيش معاها. كلميها. ماشي. ده طلع يا فندم الاهواجي ده بيع له موبايل، واحنا عرفنا نجيب الرقم. وتقدر توصل له امتى؟ اول ما يفتح التليفون طبعا. يا فندم احنا عرفنا مكان عمر نصر. فتح التليفون فين؟ فتح تليفون وطلب اكل من اكتر من مطعم. اسمع طمول، انا جبت شويه تبات بره هتعجبك قوي، كلها اندر اتش. لو عجبتك حاجه فيهم خلي ابوك يروح يبيع التاكس وتيجي تشتري، وانا هكرمك قوي. حاضر. بقول لك ايه؟ انت عندك عيال؟ ايوه. متجوز؟ كنت. احسن حاجه. بيني وبينك الناس اللي زي حالاتنا كده اللي مقضيها شغل على طول ما ينفعش معاهم اي جواز. احنا خلينا مع البر بعياد دي. انت ساكن فين؟ بقول لك ايه؟ خليك في اللي انت فيه. او افتح اي حاجه تشغلك لغايه لما الموضوع يخلص. وصدقني انت لا قابلتني
ولا شفتيه، وده لمصلحتك. ايه كل الحاجات اللي انت اشتريتيها؟ عارف يا عمر، لو طول اشتري المول كله هشتريه. لا انا الكلام ده ما يعجبنيش. يعجبك ولا ما يعجبكش، انا امراه متحرره وما ينفعش اخد اوامر من حد. انت عارفه بقى ممكن تخافي من ايه؟ ان احنا نشحط ونفلس بسبب كل المشروات اللي انت عملتيها دي. غريبه. ايه اللي غريب؟ يعني قاعده بتضحكي، من شويه كان وشك مقلوب. افتكرت حاجه كده. افتكرتي ايه بقى؟ ايام جميله، يعني شويه ذكريات كده مخبيها في مكان متداري جوايا، كل ما احس اني مخنوقه بطلعها عشان افك شويه وعشان اقدر اكمل. ويا ترى بقى الذكريات دي عباره عن ايه؟ لا دي ما ينفعش حد يعرفها، دي الحاجه الوحيده اللي بملكها انا بس لوحدي. اصل انا حياتي كلها مفتوحه على الناس، اي سر بحاول اخبيه بينتشر والناس كلها بتعرفه. اصل في ناس كل شغلانتها في الحياه انها تعرف اخبار غيرها. خلاص يا ستي انا مش عايزه اعرف حاجه، المهم ان انتي فكيتي وبقيتي مبسوطه. قولي لي يا نهاد، انتي مبسوطه؟ الحمد لله. لا بجد يعني حاسه انك مبسوطه؟ بصي انا بحاول ابقى مبسوطه، ومتهيألي كده ان انا بنجح. يعني العيال والبيت سحليني، مخليني مش عارفه افكر واسال نفسي السؤال ده اذا كنت مبسوطه ولا لا. بس كل ما ببص في وشهم والاقيهم مبسوطين ببقى فرحانه قوي. اي حاجه بتفرحهم وتسعدهم بالنسبه لي الدنيا وما فيها، واي حاجه تانية تولع. تفتكري انا كنت غلط لما ضحيت ببيتي وحياتي عشان شغلي؟ كل واحد في الدنيا بياخد الحاجه اللي تناسبه واللي على مقاسه، ما ينفعش الواحد ياخد كل حاجه. اي حاجه بتاخديها من الدنيا بيتاخد قصادها حاجه، بس اهم حاجه انك ترضي. طب ولو واحد حاسس انه مش راضي يعمل ايه؟ قدامه حل من الاثنين، يا اما يختار من جديد يا اما يرضى. ولو سالتيني يرضى ازاي هقولك يشوف ايه الحاجات الكويسه في اللي هو اختاره ويحسبها صح، ولو لقاها مش خسرانه يكمل. او المشكله بقى ان انا مش عارفه اقعد احسبها، يعني حياتي كده عامله زي الفزوره، انا نفسي مش فاهماها. قدامي كذا طريق، وكل طريق لو اخترته ومشيت فيه مش هينفع ارجع تاني. الغي قلبك واحسبيها بعقلك وشوفي هتوديكي فين. انا طول عمري بمشي بعقلي، بس المره دي مش عارفه في ايه. لا 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 لا، مش عايزاكي تسرحي وتتضايقي تاني، خليكي بالذكريات الحلوه. هسيبك انا، سلام. بس خلاص يا باشا، هتفتح ايه؟ ايوه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده ايه؟ انت مش عارف ايه ده؟ لا مش عارف. الله، انت مش قلت لي السديس ده عليه الشغل بتاعك؟ معناه ايه الكلام ده؟ معناه ايه الحروف والارقام دي؟ والله بص، طالما دي ارقام يبقى ده اكيد رقم تليفون، واحتمال يكون دولي لان الرقم طويل. دي شفره. شفره؟ دي شفره. بقول لك ايه؟ شفره مش شفره انا ماليش فيه، انا عملت كل شغلي، دمرت لك الباص على الاخر اهو. يعني السديس ده هتحطه في اي جهاز هيفتح لوحده، اقعد انت بقى فك شفراتك على ما انا اروح افك ميه في الحمام واجي. ماشي؟ ما تاكلش منه. هتعمل ايه يا عمر؟ هتعمل ايه؟ عمر نصر الصحفي اللي مات من يومين. ايوه صح صح، بس مت ازاي وانت واقف قدامه اهو بيرفكت مان. متشكر قوي علي على اللي انت عملته، بس انا لازم امشي دلوقتي. لا تمشي تروح فين؟ ما انا لازم افهم جو السسبنس ده، انا عايزه قوي. وقته علي، يلا تامر. تامر مين؟ انا لازم افهم كل حاجه، انا اخلي امي تسيح لك كلها. تحب اقعد ارغي معاك ولا سيبني امشي دلوقتي؟ استاذ عمر تقدر تستاذن، ده ميعاد حمام التواليت بتاعك. وزي ما انت قلت انا ميت، يعني لو فتحت بقك بكلمه واحده هخلص عليك. اقسم بالله انت راجل ابن حلال وطيب، وبعدين انا هاكر اساسا والبوليس بيدور عليا اكتر منك. بقول لك ايه، الشارع تحت مترشى بوليس، البوليس نوعه غريب قوي كده، اول مره اشوفه. اكيد النوع ده مش هيجي لواحد تافه. يلا تامر. اكيد انت المطلوب. تامر
تنزل على ابوك على طول وتقول له ما يدورش عليا، انا هعرف الاقيه. اسمع الكلام يا تمور، وانت ما تقلقش يا استاذ عمر، اي حد هيسال عليك هخلي امي تعمل معاه السليم. الله يرحمك يا رب ويديك طول العمر. يا حاجة انت مين؟ ولك افتحت يا ساتر يا رب. تفتش صفتك ايه هنا عشان تفتش؟ لوحدك هنا؟ ايه؟ انت هنا لوحدك؟ لوحدي وابن في ليبيا من زمان، عرفته فين؟ كمل وراه، وقابلها شكري بيه. هو في الجامع دلوقتي. اه يا فندم حددنا مكانه، الاشاره اللي عندي بتقول كده. مستنيين ايه؟ ما تخشوا جيبوه بسرعه.